العمل البرلماني عنده دور كبير، هو الصيلة ما بين الحكومة وما بين الشعب. الدور نتاعنا هو مراقبة الحكومة في النشاط نتاعها، ولكن المراقبة موش التعطيل، هو تكامل. لما نفهم كل واحد وش المسؤولية نتاعو، منين تبدأ وين تعد، لهنا لقاو الطريق الصحيح للدور البرلمان والمسؤولية نتاع الحكومة. زايد أيضا عندنا مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة، نمثل الشعب ونتكلم بكل صراحة وبصفة خاصة مع الخارج في إطار الدبلوماسية البرلمانية، لا في المجلس الوطني ولا في مجلس الأمة. نبلغ الرسالة تاع الجزائر والمبادئ تاع الجزائر والخطوط الحمراء أيضا تاع الجزائر، لأن كثير من الأطراف مش قابلة أن الجزائر تكون واقفة بكلمتها الصحيحة بالمواقف نتاعها في المحافل الدولية. احنا لا عمرنا داخل في الشؤون الداخلية نتاع غيرنا، ولا نقبل بأي دولة أو أي طرف باش يتداخل في الشؤون الداخلية نتاعنا.